مبكية للفنان العراقي ياس خضر قبل وفاته بدقائق في المستشفى، وسلافة وخرجي وشذا حسون تنعيانه. خبر حزين استفاق عليه رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، مفاده وفاة الفنان العراقي ياس خضر الملقب بصوت الأرض عن عمر ناهز 85 عاماً بعد صراع مع مرض عضال أنهك جسده. ونعت نقابة الفنانين العراقيين الفنان ياس خضر الذي توفي في بغداد إثر مرض عضال، وذكر بيان للنقابة تلقته وكالة الأنباء العراقية واع أنه ببالغ الحزن والأسى تنعى نقابة الفنانين العراقيين رحيل صوت الأرض الفنان ياس خضر، والذي وافته المنية مساء هذا اليوم في بغداد إثر مرض عضال، سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان. كنت متوقع أنه قبل ما يصير عندي هذا الحادث فأفاجئ الجمهور عندي. وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة للراحل قيل أنها آخر ظهور له من المشفى قبل وفاته. عدد كبير من الفنانين العرب الراحل، منهم الفنانة العراقية رحمة رياض التي كتبت في تعليق: وداعا صوت الأرض، ليلة ألم وحزن شديد على العراق، خسرنا فيها إرثا فنيا لا يعوض، ستبقى ذكراك خالدة لا تموت، رحمك الله وأسكنك فسيح جناته. من جهتها نشرت الممثلة السورية سلافة وخرجي صورة للراحل عبر إنستغرام وأرفقتها بتعليق جاء فيه: ياس خضر، رحيلك محزن، فنك باق في الوجدان. أما الفنانة العراقية شذا حسون فكتبت: صوت الأرض رحل، رحل ياس خضر الله يرحمه. في سياق متصل انطلقت مراسم تشييع الفنان الراحل والوداع الأخير اليوم السبت عند الساعة 12 ظهراً من مبنى نقابة الفنانين العراقيين. يذكر أنه كان الوضع الصحي للمطرب العراقي ياس خضر قد تراجع قبل أيام خلال ركوده في المشفى منذ حوالي الأسبوعين، حيث تم نقله من مشفى ابن سينا المختص بأمراض القلب في العاصمة بغداد إلى مشفى مدينة الطب ببغداد أيضاً، حيث تم وضعه على الفور في غرفة الإنعاش لأنه يعاني صعوبة بالغة في التنفس من دون أجهزة طبية.